وانت بخير على فكره مقدمه ان شاء الله. بس كل سنه وانتم طيبين جميعا والمشاهدين بخير. وانت بخير. شكرا لك دكتوره هبه. ورمضان كريم علينا جميعا. العلاقات الاسريه. شكرا. إذا مشاهدينا الآن أسبوع جديد من مسابقة أروع عباية برعاية شامبو العباية برسيد. هنستضيف المتسابقة السادسة وهي غزل مصطفى من سوريا. صباح الخير غزل. صباح النور. أهلا وسهلا فيك. صباح الخير غزل. الحمد لله كل عام وأنت بخير. وأنت بألف خير. اسمحي لنا قبل ما نبدأ ونسألك خلينا نشوف تقرير بيعرف عن غزل مصطفى من سوريا. لعباية جديدة دائما اختاري شامبو العباية برسيد. من سوريا. عندي موهبة الرسم، بشتغل بالتصميم من أنا طفلة صغيرة. صممت كل شيء، سهرة وسبور وعادي وحتى للأطفال. بس لما جيت الإمارات تخصصت بالعباية والشيلة والجلابية. أول ما فوت القماش طلعبي بالخليج العربي كان قبل بس تطريز وخصوص، وهذا الشيء خلى في روح للعباية غير انه فيك تدخل لألوان، تدخل لأمايش نقشات تانية، شيء تاني غير التطريز والخصوص. جانب هوايتي بالرسم، أنا أعشق القلم. بكتب قصة قصيرة، بكتب شعر، عندي ديوان شعر تحت الطباعة، وعملت أكثر من أمسية شعرية. برسم بالكلمات نفس الشيء، يعني لوحة كاملة مثل ما أنا برسم بالقلم لوحة كاملة أو بالريشة لوحة كاملة، نفس الشيء برسم بالأحرف بالكلمات لوحة مع إحساس متكامل. أعود إليك يا عشقي الأبدي، أبثك نبض قلبي، أبثك مداد الحياة. أعود إليك، أعود إليك، أعد الأمل منك. لعباية جديدة دائما اختاري شامبو العباية بيرسيل. ليش تركتي بفقرة العباية مش بفقرة الشعر؟ ما زال شاعرة كمان. كان عندنا فقرة شعر نحن. والله أكثر من وصل. بجوز ظروف أحوال ما كانت مضغوطة بموضوع المجموعة قصصية قصيرة. مش لأنك بالتصميم أشطر من الشعر؟ لا، أنا الرسم هو أهم شيء بحياتي، برسم فيه بالكلمات وبرسم كل شيء، لأني عبارة عن الحياة كلها عبارة عن لوحة. الشخص اللي ما بحسن بيعبر لك برسم، بالكلمة بتعطيك لوحة، أنت لما بتقرأ قصة أو بتقرأ قصيدة أنت بتتراءى لعينك مباشرة لوحة كاملة، صورة كاملة مع إحساس بالكلمات، حتى لو كان رسم بالكلمات، بس هو الأساس أنا عندي الرسم، يعني رسم ونحت. ما شاء الله. إذا نحاتة رسامة مصممة وكاتبة وشاعرة. إن شاء الله. إن شاء الله. طيب أنت قلتي أول شيء الرسم، وإيش يجي بعد الرسم كأولويات بالنسبة لك؟ أولوياتي الرسم. الرسم هو اللي أعطاني هالجماليات. عرفتي؟ يعني هو بيفرجيك كل شيء جميل، ما في شيء بالدنيا في مو جميل أو قبيح، لأني الرسام لما يكون في جانب جميل. كل شيء جميل، مو جانب جميل، كل شيء جميل، لأن الرسام بيعطيك الزاوية الجميلة بكل شيء، كل شيء تماما. حلو. طبعاً المفروض إنه مع عباية لليوم. رح نشوفها. صار لك زمان، ده صار لك بمجال تصميم الأسماء. صار لي زمان، صار لي أكثر من 15 سنة. بعدك تعتبري نفسك هاوية؟ هذه المسابقة للهواة. ممكن يعني انه اكون احترفت العباية والشيلة كهي. انا بعتبرها انه هي اساسية مش بس بالخليج العربي، كزي عربي يعني متأصل. بالضبط. طب برأيك خبرتك 15 سنة رح تميزك عن باقي المتسابقات؟ بعتقد بتميزني، لاني في كثير امور انا يعني انا دخلت على يعني على الموضة. منها انا اول وحدة بالخليج العربي فوتت القماش على اللعبة.
قبل ما كان في القماش كأقمشة. كانت العبايات أنا أول ما استلمت إنه احترفت العباية احترفت العباية كان بس عبارة عن تطريز وفصوص حصرا مجال العباية. أنا فوت إلى القماش كتفويت بشكل إنه بقصة ما ولون ما، بس بالأول فوت الأسود حصرا. أيك بي بي بالعباية اللي حنشوفها واضح هذا اللي عم تحكي عنه ولا لا؟ غير لا بالعباية اللي بتشوفها مو واضح كتير. بس أهم نقطة عندي بالنسبة للعباية أو أي زي بصممه إنه أحافظ عليه هو كشكل. يعني أنا بغير بالقصة بالعباية لكن بتضل بتشوف أنتو هاي القطعة عباية. طيب ما رح تطلع عن العباية يعني. طبعا صار معنا العارضة أيضا جاهزة وعبايتك جاهزة، إذا بس ممكن تتكلمي لنا أكثر عن تصميمها. الفكرة طبعا هي مثل ما لك شايفة أنه هي عبارة عن الورود اللي هي أنا بعتبرها رمز الأنوثة والجمال في العالم حصرا. وفي عندك قصة من الخلف بقماش شيفون أسود، يعني تعطي إيحاء غير، يعني تبرز أنوثة المرأة أكثر، عرفتي كيف؟ و تطريز هذا؟ تطريز ونافر. لا التطريز برا، أما اللي جوا اللي هلا شايفينه هو عبارة عن ورد من الريبان. أها شو هو الريبان؟ ريبان من الشرايط. من الشرايط يعني شريط. الريبند أصلاً. أوكي نعم. عرفتي كيف؟ هو جوا محطوط. طيب كيف غزل ممكن انك انت تضمن انك انت دائما تكوني متميزه في تصميم عباياتك سواء من ناحيه اللون او الاقمشه او الموديلات؟ كيف انه اضمن انه انا ببتكر فكره جديده، انا ما لي اخذتها من عند حدا، اخذتها من حاله معينه من شيء مرتبط حصرا بطبيعه المراه كامراه. يعني انا عندي اهم شيء انه هي المراه من جوا يكون في شيء، يعني في شيء بربطها بهالزي بهالقطعه. ما بتجي ما بيجي الزي او بيجي الهي من تلقاء نفسه، لا بيجي في ترابط ما بين الشخص وهي القطعه. يعني حتى لو كان الرجل، مشان ما اطول عليكم، انه الارتباط بلباسي معين فهو الارتباط الشخصي كحاله نفسيه. لباسك من تصميمك كمان؟ من تصميمي طبعا. لازم حنشوف لجنه الحكم شو قالوا على التصميم شفنا صح ان شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. بالنسبة للمصممة غزل، العباية قصتها عادية في القصة، لكن استخدمت في الأكمام الورد المركب من الداخل، واستخدمت على الكم نفسه التطريز للورود اللي موجودة عليها، استخدمت في الشيلة برضو الورود المستخدمة في الكم من الداخل، في قصة من الخلف موجودة في العباءة. العباءة تصميمها جيد، وأتمنى للمصممة التوفيق إن شاء الله في المسابقة. شكرا. المصممة غزل حاولت تطلع شوي من الستايل النمطي للعباية بحركة الكم، وكذلك أضافت حركة من الخلف عن طريق الشيفون المربوط، وفقت في استخدام الألوان سواء كان في التطريز أو خلال الشرايط اللي متركبة في الكم الداخلي. إذن غزل نتمنى لك طبعا كل التوفيق، ونشكرك غزل مصطفى من سوريا، وان شاء الله طبعا النتائج راح تبان يوم الاربعاء باذن الله تعالى. ان شاء الله بشكركم. شو رايك بلجنه الحكم باللي قالوا؟ جيد، انا ما معهم شو من قالوا. شكرا لك. اهلا وسهلا فيك. لكم ان شاء الله. بنذكركم مشاهداتنا الكرام ومتسابقاتنا الهويات، انتظرونا بعد يوم غد الاربعاء لجنه نتعرف على الفائزه بجائزه مسابقه اروع عبايه، وهي 50,000 ريال سعودي مقدمه طبعا من شامبو العبايه برسيل. فعلا صحيح، رح نظل متواصلين معكم لكن بعد الفاصل انتظرونا.